بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. عندما يصبح الرجوع إلى الحق خطيئة. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة حلقة الخميس من برنامجكم ملك كتابة، الحلقة رقم 663. حلقة مهمة جاية في توقيت كويس، الناس فرحانة والناس مبسوطة وروح الفانيلا الحمراء تألقت وتوهجت، لكن المهندس عدلي أراد أن يفتتحها باستهلالة فلسفية شوية. هنرجع له إيه سبب هذه الاستهلالية، لكن خلينا أقول لكم سريعا أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقاله، والأهلي لا يطالب بغير العدالة. الغربال، لمثل هذه المواقف خلق الأهلي. وبعظمة لسانه الشناوي والقضية الكاشفة الكاسفة. الشموع الحمراء، عبد الخالق ثروت باشا. أسرار الملك فلافيو والرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده أبرز العناوين.